يتقدم ببضعة نصائح دينية لأهل الشام تفيدهم في الخلاص من مصائبهم. أولا يحسنوا الاعتصام بالله سبحانه، ويحسنوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مع الدعاء، فهو يكشف كل ضر ويجلب كل نفع. وإذا كان هناك مكان فيه شر وفساد ولا تستطيع أن تدفع الفساد عن نفسك، فاذهب إلى مكان أقل ضررا وخطرا.